السلام عليكم. أسعار الذهب اليوم في مصر 24/6/2020 ارتفاع 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 ارتفاع. ذهب عيار 24 908.5 البيع و902.75 الشراء. ذهب عيار 22 832.75 البيع و827.75 الشراء. ذهب عيار 21 795 البيع 790 الشراء. ذهب عيار 18 681.5 البيع 677.25 الشراء. ذهب عيار 14 530 البيع 526.75 الشراء. ذهب عيار 12 454.25 البيع 451.5 الشراء. ذهب عيار 9 340.75 البيع 338.5 الشراء. الجنيه الذهب 6360 البيع و6320 الشراء. الأونصة 1770 البيع دولار و1769 دولار للشراء. شفاكم الله وعافاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.